السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الخير عليكم، صباح الجمال والمودة والرحمة وكل التفاصيل الإيجابية الجميلة في صباح اليوم، يوم الخميس. نتمنى لكم يوم سعيد وجميل، وأيضا نهاية أسبوع نتمناها نهاية خير. وفي ذات الوقت يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع وآخر خميس عندنا في سنة 2021، ربنا يعديها على ألف خير، وربنا يوالينا بأتم الصحة والعافية، ودائما نكون مجتمعين في حب الوطن وفي حب البلاد وفي حب الشعب السوداني بإذن الله في الأيام المقبلة. وقدا 31 باعتباره نهاية سنة 2021 وافتتاح لسنة جديدة، سنة 2022، سنة الخير والسعادة، سنة الحرية والسلام والعدالة، سنة كثير من التفاصيل الإيجابية اللي بيحلم بها شعب لفترة طويلة جدا. بتمناها سنة فعلا تكون محققة لكل الأحلام ولكل طموحات الشباب ولكل آمال الشعب السوداني. بتمنى اليوم يكون جميل والسنة كذلك، نبدأ على أساس نخطط لها، وكيف نبدأ أول يوم في سنتنا الجديدة، وكيف نبدأ أول يوم في حياتنا الجديدة، وشنو خلال 2021 أنجزناه، وشنو أذانا وضايقنا، وشنو فرحنا وأسعدنا، وشنو خلانا نقرب من حاجات كثيرة نسجلها ندوينا حتى لو في عقلنا عشان نقدر نستفيد منها في كل السنين الجاية بإذن الله تعالى. زي ما قلت لكم، كل سنة وإنتوا طيبين، والسودان دايما بألف خير كما نال الاستقلال واحتفالية بنهاية السنة قديمة. نتمنى دايما علم السودان يرفرف فوق، وكلنا فخورين جدا بأننا سودانيين ومحبين لهذا الوطن الحبيب. في البداية نسمع لحن ونهديه لكل الناس اللي بيشاهدونا في اليوم الجميل ده، ونرجع نكمل معاكم على مدار ساعات من الزمن. نسمع ونرجع، خليكم معانا. جود وطني
المرور.